أهلا بكم. التهاب أوتار الكتف بيعتبر من أكثر أمراض المفاصل والعظام المنتشرة خصوصا مع تقدم العمر، وبيؤدي التهاب أوتار الكتف لصعوبة في الأنشطة اليومية وممكن يحصل مضاعفات. التهاب أوتار الكتف هو التهاب في الرابط بين العظم وعضلات الكتف، واللي بيخلي فيه آلام شديدة صعب تحملها خصوصا مع الحركة. بتتعدد أسباب التهاب أوتار الكتف، لكن من أهمها التقدم في العمر، وكمان الحركات العنيفة والحركات المفاجئة اللي ممكن تعمل التهاب في الأوتار، وكمان ممارسة الرياضات العنيفة اللي فيها حركات مفاجئة وقوية، بالإضافة كمان للعادات الغلط زي النوم على دراع واحد أو الحركات الغلط وتحميل وزن تقيل بطريقة غلط على الكتف والتعرض لتيار هواء بارد مفاجئ. الأعراض بتكون عبارة عن آلام في الكتف وصعوبة في تحريكه، وممكن توصل لآلام في عظام الصدر والظهر، والألم بيزيد مع الوقت وخصوصا بعد الصحيان من النوم. كمان ممكن يحصل ورم في الكتف، مش بس آلام، وبيكون على حسب حالة المريض. كمان بيعاني المريض من صعوبة في شيل الأشياء، خصوصا لما بيجي يرفع حاجة، الموضوع ده بيسبب له ألم شديد، ومع تطور الحالة ممكن يحصل تيبس في مفصل الكتف، وده بيخلي في صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعية. كمان ممكن يحصل صوت طقطقة مع حركة الدراع، وده بيكون ناتج عن التيبس. العلاج بيكون عبارة عن علاج دوائي، وبيكون عن طريق تناول مضادات للالتهاب ومسكنات تخفف التيبس وللتخلص من الألم اللي بيعيق الحركة. وممكن كمان إن الطبيب يوصف مراهم موضعية لتخفيف الألم. ممكن كمان الطبيب يحقن الوتر، وده بيساعد على تقليل الألم والالتهاب، وده بيبقى في حالة نجاح الأدوية. كمان العلاج الطبيعي بيعتبر ضروري مع استخدام الأدوية عن طريق جلسات علاج يدوي وتمارين لتصحيح الكتف عشان يستعيد مرونته ولتقوية الأوتار. شكرا لحضراتكم.